مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات. درسنا اليوم يتعلق بمستوى الجدل المشترك آداب وعلوم إنسانية، ويندرج في إطار مادة الاجتماعيات المجزوءة الثانية، المحور الأول، الوحدة الأولى، وهي بعنوان المنظومة البيئية مفهومها وأسس توازنها والتعريف بأنواعها. الحصة الثانية، بعد أن تطرقنا في الحصة الأولى إلى تعريف المنظومة البيئية وأهم مكوناتها، خلال هذه الحصة الثانية سنحاول الإجابة عن باقي الأسئلة. والسؤال الثاني كان هو أسس توازن المنظومة البيئية وتفسير تفاعلاتها. أول التفاعلات التي تتم في المنظومة البيئية نجد دورة الطاقة، حيث ينطلق تدفق الإشعاع الشمسي من مستوى النظام الشمسي ويمر بثلاث مستويات: الغلاف الجوي، الغلاف الإحيائي، ثم الغلاف الصخري كما نلاحظ في الوثيقة. يقوم الغلاف الجوي بامتصاص جزء من أشعة الدورة الهوائية العامة، وتتدفق الطاقة عبر الغلاف الإحيائي عن طريق الغلاف النباتي، ثم تتدفق الطاقة إلى الغلاف الصخري. تدفق الطاقة عبر الغلاف الإحيائي يتم عن طريق النباتات، وأساسا عن طريق عملية التركيب الضوئي، والذي هو عبارة عن عملية كيميائية معقدة تحدث في النباتات، ويتم فيها إنتاج الأكسجين ومركبات سكرية خاصة من خلال تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية وفق معادلات تحويل خاصة داخل النباتات. وتختلف الطاقة الناتجة عن عملية التركيب الضوئي من نبات إلى آخر تبعا لعوامل محددة. التفاعل الثاني هو دورة الماء، دورة الماء هي وصف لحركة الماء المستمرة على الأرض وفوقها وفي داخلها وبأشكاله المختلفة: سائل، بخار، ثلج وجليد. ليس هناك نقطة انطلاق لدورة الماء، لكن المحيطات هي أفضل بداية لها، حيث تقوم الشمس بتبخير ماء المحيطات والبحار، فيتصاعد البخار ويتكاثف في الجو ويتحول إلى سحاب يعطي تساقطات، تكون مصدرا يغذي الأنهار والبحيرات، كما أن جزءا منها يتسرب إلى باطن الأرض ليكون فرشة باطنية. التفاعل الثالث هو دورة الكربون. الكربون هو عنصر كيميائي بسيط يميز المواد العضوية، وهو قابل للاحتراق ويتجسد في الجو على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون. كما نلاحظ في الوثيقة، فإن دورة الكربون تبدأ عندما تقوم النباتات الخضراء والطحالب بأخذ ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط بها لإنتاج المركبات العضوية التي تتغذى عليها المستهلكات. وينطلق ثاني أكسيد الكربون من الكائنات الحية المنتجات والمستهلكات بعد موتها وتحللها، أو من خلال الإفرازات والفضلات التي تخلفها، وبالتالي يعود إلى الغلاف الجوي. كما توضح الوثيقة، فإن الكربون في الطبيعة نجده في ثلاث حالات: إما سائل أو صلب أو غازي، ويساهم في إنتاجه الكائنات الحية والصناعة. إذن بعد أن أجبنا عن السؤال الثاني، الآن السؤال الثالث
وهو يتمحور حول أنواع المنظومات البيئية وتوزيعها المجالي. نبدأ أولا بتعريف مستويات المنظومة البيئية. أمامنا جدول يبين مستويات المنظومات البيئية، ونلاحظ من خلال هذا الجدول أن مستويات المنظومات البيئية تختلف وتتعدد تبعا لعنصر البعد أو المساحة، حيث نميز في أعلى هذه المستويات بين النطاق الذي له مساحة كبيرة تصل إلى حوالي 10,000 كيلومتر مربع إلى الوحدة البيئية والتي مساحتها أقل من 10 متر مربع، ونجد بين هذين المستويين المجال والميدان والرقعة والبقعة. إذن المنظومات البيئية كيف تتوزع على الكرة الأرضية؟ من خلال الوثيقة التي أمامنا والتي تبين خريطة المنظومات البيئية الكبرى في العالم، نلاحظ بأن المنظومات البيئية في العالم تنقسم إلى ثلاث منظومات بيئية كبرى: المنظومة البيئية الحارة، والمنظومة البيئية المعتدلة، والمنظومة البيئية الباردة. المنظومة البيئية الحارة تقع بين خطي العرض 0 درجة و 30 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، وتنقسم إلى ثلاث منظومات بيئية فرعية: المنظومة الاستوائية، المنظومة المدارية، والمنظومة الصحراوية. ثم نجد المنظومة البيئية المعتدلة، وهي تقع بين خطي العرض 30 درجة و 60 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، وتنقسم إلى ثلاث منظومات بيئية فرعية: المنظومة المتوسطية، المنظومة المحيطية، ثم المنظومة القارية. ثم أخيرا المنظومة البيئية الباردة، وهذه المنظومة تقع بين خطي العرض 60 درجة و 90 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، وتنقسم إلى ثلاث منظومات بيئية فرعية: منظومة التايغا، منظومة التوندرا، والمنظومة الجبلية. وكخلاصة عامة لهذا الدرس، فإن المنظومة البيئية هي سلسلة من التفاعلات التي ينتج عنها استمرار الحياة بمختلف مكوناتها، وقد يؤدي التدخل السلبي للإنسان إلى اختلال توازن المنظومة بالبيئة، وبالتالي حدوث كوارث طبيعية كالجفاف والفيضانات، أو كوارث بيئية كالاحتباس الحراري. شكرا على تتبعكم، وبالتوفيق إن شاء الله.